بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله جل وعلا، وبعد الاستعانة به سبحانه وتعالى وطلب العون والسداد والتوفيق، سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب النافع وهذه الرسالة الماتعة، ألا وهي رسالة وكتاب الداء والدواء لأبي عبد الله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله جل وعلا. وهذا الكتاب هو من الكتب المهمة للخاصة وللعامة، فإن هذا الكتاب قد عالج مشكلة عظيمة قد يقع فيها كثير من عباد الله جل وعلا، قد عالج مرضاً قد يقع فيه كثير من أهل الإسلام، ألا وهي هذه المشكلة وهذا المرض ما يسمى حديثاً بالإدمان. فبعض الناس يدمن النظر المحرم، ينظر إلى ما حرم الله ويشاهد ما حرم الله، ويكون وتكون هذه المشاهدة وهذا النظر أصبح في حيز الإدمان، ينظر إلى مقاطع خليعة أو مقاطع قبيحة أو مقاطع سيئة، ولا يستطيع أن ينفك عن هذا الإدمان. كذلك بعض الناس قد يدمن سماع المحرم، يدمن سماع ما حرم الله جل وعلا، وهو يعلم علم اليقين أنه قد وقع في أمر محرم، وأنه بهذا السماع قد وقع في مساخط الله جل وعلا، وأنه في هذا الوقت قد أغضب الله سبحانه وتعالى، ولكن لقوة إدمانه لهذا السماع المحرم لا يستطيع أن ينفك عنه. ومن الناس من يدمن الكلام المحرم، الغيبة، النميمة، الكذب، يدمن قول الزور، ومع تقول له يا عبد الله اتق الله ولا تكذب، فلا يستطيع من شدة تعلقه بالكذب ومن شدة تعلقه بقول الزور لا يستطيع أن ينفك عنه. هذا الكتاب في أصله هو فيما يتعلق بالعشق، والعشق إما أن يكون عشقا للصور، وإما أن يكون عشقا للذوات، وإما أن يكون عشقا لغيرهما. فقد يكون الإنسان يعشق الصور، والمقصود بالصور هنا أي الصور المحرمة، أو يعشق كذلك ذوات، كأن يعشق امرأة أجنبية لا تحل له، ثم لا يستطيع أن ينفك عن هذا العشق، وأن ينفك عن هذا الداء، وأن ينفك عن هذا المرض، وقد ترديه، وقد يقع هذا الرجل فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الفسوق والعصيان، بل قد يقع في الكفر بالله جل وعلا. لذلك هذا الكتاب قد تحدث عنه وفيه ابن القيم رحمه الله جل وعلا في فصول نافعة ونفيسة فيما يتعلق
بالشرك بالله جل وعلا. وقد يسأل سائل: ما سبب ذكر مسائل الشرك ومسائل صرف العبادة لغير الله جل وعلا في مثل كتاب في الظاهر هو في تزكية النفوس وفي الدعوة إلى الأخلاق الشرعية والآداب المرعية؟ السبب في ذلك أن هذا الداء الذي هو العشق أو إن شئت فقل إدمان المحرمات قد يوقعك في صرف العبادة لغير الله جل وعلا. لذلك هذا الكتاب اهتدى به أحد أئمة الحرم النبوي، أحد أئمة الحرم المكي، ألا وهو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله جل وعلا، وهو أحد أئمة المسجد الحرام في عهد الملك عبد العزيز. فإن سبب هدايته إلى الخير وسبب هدايته إلى التوحيد والسنة ما كان في هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب، وقد حدث هو عن نفسه ذلك. فالشاهد أن هذا الكتاب من الكتب المهمة لأدواء كثير من الناس، لأن العشق هو أن يتجاوز العبد في المحبة الأمر المشروع، يعشق الصور، يعشق الكلام المحرم، يعشق السماع المحرم، يعشق المردان، يعشق النظر إلى المحرمات، يعشق النظر إلى المسلسلات التي تحوي المحرمات، ولا يستطيع أن ينفك عنها. فهذا الكتاب هو دواء لهذه الأدواء، هذا الكتاب هو علاج لهذه الأمراض، هذا الكتاب هو شفاء بإذن الله جل وعلا إلى مثل هذه الأدواء والأمراض التي قد لا ينفك عنها أحد من أبناء المسلمين إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فيوفقه الله جل وعلا ويسدده ويعصمه من الوقوع في المحرمات. فقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب النافع، هو سنشرع في ذكر ترجمة مؤلف هذا الكتاب، ألا وهو الإمام الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية، المشهور بابن قيم الجوزية، وكان أبوه قيما على مدرسة يقال لها الجوزية، والمقصود بالقيم أي القائم بها، وكما يقال في زماننا المدير لهذه المدرسة، فهو القيم لهذه المدرسة القائم عليها والمسير لأمورها. فنسب ابنه إلى ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية كأن يقال ابن مدير المدرسة، ابن مدير المدرسة. كذلك من النسبة لابن القيم الجوزية أنه نسب أيضا إلى إمام الجوزية، وذلك لأن ابن القيم قد أمى الناس في هذه المدرسة في الصلاة، فيقال له ابن قيم الجوزية، كذلك يوصف بكونه إمام الجوزية لكونه أمى الناس فيها في الصلاة. ويخطئ كثير من الناس في نسبة هذا الإمام في هذا اللقب فيقول ابن القيم الجوزية، وهذا خطأ،
فإنه لا تجتمع الألف واللام مع الإضافة، لا تجتمع الألف واللام مع الإضافة، فلا تقل ابن القيم، فهذا لحن كمن كأن تقول في زماننا ابن المدير المدرسة، ابن المدير المدرسة، فهذا ظاهر فيه ماذا؟ اللحن، لكنك تقول ابن مدير المدرسة، ابن مدير المدرسة. فهذا مما قد ذكر في ترجمته رحمه الله جل وعلا. وكان في والنسبة إلى صنعة الأب هذه معروفة عند أهل العلم، لذلك الذهبي رحمه الله جل وعلا يطلق عليه في بعض الأحايين بابن الذهبي، وذلك لأن أباه كان عنده صناعة الذهب، فأطلق على الذهبي رحمه الله في بعض الأحايين بابن الذهبي. ولقبه شمس الدين، ولقبه السيوطي رحمه الله بالشمس، وقد كانت هذه الألقاب تقي الدين شمس الدين منتشرة بين أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في تلك العصور. وقال بعض أهل العلم ربما لقب ابن قيم الجوزية بشمس الدين أبوه، ربما لقبه بذلك أبوه أو غيره، وذلك تفاؤلا بأن ينفع الله به وأن يكون شمسا للناس بنشر العلم وبثه والاشتغال به وانتفاع الناس به حتى يكون كالشمس بين الناس، كذلك يكون شمسا بين أقرانه، كذلك يكون شمسا بين أقرانه. هذا الإمام قد ولد سنة 91 و600 من الهجرة النبوية، وكان رحمه الله له عناية عظيمة بالحديث، وله عناية عظيمة برجالات الحديث، وله عناية عظيمة كذلك بالتفسير، وله عناية عظيمة كذلك بالفقه، وكان من أهل الإسلام المجتهدين في هذه الأبواب، حتى قال الذهبي رحمه الله جل وعلا وعني بالحديث ومتونه ورجاله، يعني عني بالحديث رواية ودراية، عني بالحديث رواية ودراية. وقد أوذي رحمه الله جل وعلا كما أوذي غيره من العلماء في مسائل شرعية وفي مسائل علمية في ذاك الزمان، فإنه قد حبس مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في سجن القلعة مدة من الزمن، وذلك بسبب بعض المسائل العلمية التي قد تطرق لها ابن قيم الجوزية رحمه الله جل وعلا، مع أنه قد سجن وحصله الحبس وحصله أنه قد نُكِّل به، لكن ترى أن هذا الإمام كان إماماً سلفياً لم يتزحزح عند معتقد أهل السنة والجماعة في باب طاعة ولاة الأمور، من جهة ما جاء عن أهل السنة والجماعة في هذا الباب من طاعة ولي الأمر وتبجيل ولي الأمر وعدم الخروج على ولي الأمر، بخلاف من ينتهج نهج الخوارج، فإنه قبل أن يسجن يكون منه التنفير عمن؟ عن ولي الأمر، ويكون منه التأليب على ولي الأمر، يؤلب العامة على الراعي، يؤلب المحكومين على الحاكم. ولكن لأن هذا العالم انتهج نهج السلف الصالح، فإنه كان في هذا الباب على نهج السلف الصالح،
لم يتغير ولم يتزحزح ولم يبدل، مع أنه قد أوذي كما كان من أحمد رحمه الله جل وعلا. فقد توارد على أحمد رحمه الله 3 من ولاة الأمور ينكلون به ويعذبونه ويسجنونه، وكان منهم ما كان، ومع ذلك أحمد رحمه الله لما اجتمع معه فقهاء بغداد من أجل أن يكون منهم ما يكون من الخروج على الحاكم، صاح وارتفع صوته وقال: خلاف الآثار خلاف الآثار، الدماء الدماء. خلاف الآثار أي أنكم ما تدعونني إليه يخالف النصوص الشرعية، ويترتب على هذا الخروج سفك للدماء وانتهاك للأعراض. فقال رحمه الله مع أنه أوذي وتوارد عليه كم والي 3، ولكنه لأنه انتهج نهج السلف الصالح، علم ما لولي الأمر من حق الطاعة، وعلم ما لولي الأمر من عدم الخروج عليه. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الباب، بل أئمة الإسلام على هذا الباب الذين هم على اعتقاد أهل الحديث والأثر، على اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فإنهم على خلاف ذلك، فإنهم يدعون إلى الخروج على الإمام، ويجعلون ما ليس بسيئة سيئة، ويجعلون ما هو حسنة سيئة. وهذا من أصول الخوارج. ليس الكلام عند الخوارج فقط لو أن الحاكم كفر، إنما من أصول الخوارج كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، وأن عند الخوارج خصال، ومن هذه الخصال أنهم يجعلون ما ليس بسيئة سيئة، ويجعلون ما هو حسنة سيئة عياذا بالله. فإذا حصل عند الإنسان البعد عن المنهج الصحيح فإنه سيتخبط في النتائج، لذلك هذا الكتاب كذلك يعالج ضبط التخيلات، التصورات، الإرادات، يضبط ذلك العبد ويضبط ذلك ابن القيم رحمه الله لنا. لأن بعض الناس قد يتصور بعض الأمور على خلاف الحقيقة، فيكون من هذا التصرف أن النتيجة تكون ماذا؟ غير صحيحة، أو قد يتخيل تخيلات، وهذه التخيلات على غير الحقيقة، فتكون النتيجة ماذا؟ غير صحيحة. كذلك قد يكون عنده إرادات تستهويه وتدفعه، فتكون النتيجة كذلك ماذا؟ غير صحيحة. فضبط التصورات وهذه التخيلات والإرادات إذا ضبطها العبد بالعلم الشرعي وبعدم اتباع الهوى، بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون النتيجة نتيجة صحيحة، قد كانت على مقدمات ماذا؟ صحيحة، على مقدمات صحيحة. والذي يجعل العاشق ينحرف أنه لم يضبط تخيلاته، ولم يضبط تصوراته، ولم يضبط إراداته، فتنحرف إرادته عن محبة الله إلى أن يزاحم ذلك بمحبة من؟ المخلوقين، بمحبة المخلوقين. لذلك أقول هذا الكتاب من أهم الكتب حتى في ترتيب عقلية الإنسان، حتى في ترتيب عقلية الإنسان، أن تكون عقليته عقلية صحيحة تورث نتائج صحيحة.
ابن القيم رحمه الله جل وعلا كان معظما كما هو معلوم من سيرته لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، ومؤلفاته مؤلفات نافعة، لذلك أهل العلم قد أثنوا على هذه المؤلفات كما أثنى عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله جل وعلا لما جاء في ذكره قال صاحب التصانيف النافعة السائرة، كذلك أثنى عليها ابن ناصر الدين الدمشقي قال وله التصانيف الأنيقة، له التصانيف الأنيقة، كذلك أثنى عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله والشوكاني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. وكان هذا الإمام لما تقرأ الحالة الاجتماعية في ذاك الزمان والحالة السياسية في ذاك الزمان والحالة الاقتصادية في ذاك الزمان تستغرب كيف أن الحالة العلمية كانت مستقرة، وذلك لأن أهل العلم يطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى ويجتهدون في ذلك مع همة ترقيهم، فالمحيط الموجود حولهم قد لا يتأثرون به كثيرا، كما لذلك هناك عصور ذهبية من جهة الناحية العلمية، ولكن لما ترى النواحي السياسية النواحي الاقتصادية النواحي الاجتماعية تجدها أنها في الدون، وأما النواحي العلمية فتجدها في علو، لأن أهل العلم يطلبون ما عند الله جل وعلا. فمثل هذه المعوقات والإعاقات لأنهم يطلبون بهمة عالية ما عند الله جل وعلا لا يلتفتون إليها، أما الذي قد انصرف إلى أشياء هي من الدون أو أشياء ليس له بها علاقة فإن هذا بلا شك أنه ستؤخر هذا الإنسان عن الاستمرار في ما عند الله جل وعلا. لذلك ينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام، وهي مسألة مهمة يا إخوان، ما منا إلا وهو يسير إلى من؟ إلى الله جل وعلا، ما منا من أحد إلا وهو يسير إلى الله، وهو يسلك هذا الطريق إلى أن يصل إلى مرضات الله جل وعلا، وذلك بأن يدخل الجنة ويرى الله سبحانه وتعالى. فما منا من أحد إلا وهو يسير في هذا الطريق، ولكن منا من يسير سيرا قويا جادا بهمة عالية وبعلم نافع، ومنا من يسير ببطء، ومنا من يسير بأقل وأقل وأقل في سيره إلى الله جل وعلا وفي المسابقة إلى الخيرات. لذلك ينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام كلمة عظيمة، قال لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يهديه ويبصره، وعلم يبصره ويهديه، لا بد من هذين الأمرين. بعض الناس عنده همة لكن هذه الهمة على إيش؟ على جهل، فيقع في المحدثات، فيقع في البدع، فيقع في الخرافات والخزعبلات، لأن همته لم تكن مضبوطة بالعلم الشرعي العلم النافع. وبعض الناس يكون عنده علم لكنه ليس عنده همة على قيام الليل، ليس عنده همة على الإقبال على الله جل وعلا، ليس عنده همة على الصيام وباقي الطاعات، كذلك هذا في مرتبة ماذا؟ نازلة. لذلك وبعض الناس لا همة ولا علم عياذا بالله. فليضبط السالك طريق الجنة،
فليضبط السالك طريق الجنة. قال: لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. وهذا من أصلان هما الأصلان الذي جاء في كتاب الله جل وعلا، بل جاء في بعثة الرسل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ماذا؟ كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد من هذين الأصلين عند السالك طريق الجنة، حتى ينجو من معارك الدنيا، وينجو من الشيطان الرجيم الذي هو عليه عدو لدود وبالمرصاد. الشيطان بالمرصاد يترصد مواطن وأوقات ضعفك، فيجتهد في إخراجك عن طريق الجنة. فنبدأ بإذن الله جل وعلا في قراءة أول هذه الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فسئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله. نجد أن السؤال فيه فوائد عظيمة، فنقرأ فقرة فقرة من السؤال. قال رحمه الله: قال السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين؟ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين؟ نرى أن السائل في هذه الفقرة قد بجل أهل العلم، ففيه تبجيل السائل لأهل العلم، وهذا هو الواجب على عموم المسلمين وعلى سائر المخاطبين. الواجب على المسلمين أن يبجلوا أهل العلم، وأن يعطوا أهل العلم حقهم وقدرهم ومنزلتهم ومرتبتهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهم أهل الذكر وأهل الخشية وأهل العلم بالله جل وعلا. ففيه تبجيل أهل العلم في السؤال، كذلك في الاستفادة والطلب. لذلك قال النووي رحمه الله في آداب الفتوى: والمفتي والمستفتي ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي، وأن يبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك. وليعلم المستفتي أن تواضعه للعالم رفعة. ولقد أخذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع جلالة قدره وقرابته من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلو مرتبته، كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وابن عباس ممن أخذ العلم عن زيد. فكان زيد بن ثابت يحاول أن ابن عباس ما لا يأخذ بركابه، يعني بركاب ماذا؟ دابته، وذلك إجلالا لابن عباس.
فكان ابن عباس يقول لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. لذلك قيل: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ولا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، ولا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، يعني الإنصات لأهل العلم والتواضع لأهل العلم رحمهم الله جل وعلا. وحسن الأدب في السؤال يترجم عقل السائل، قال بعضهم: حسن الأدب ترجمان العقل، وللعالم هيبة توجب الأدب معه، العالم له هيبة توجب الأدب معه، وهذا هو حال الرعيل الأول ومن سار على طريقتهم. وفي قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في سؤاله عن المتظاهرتين من هما، قال: مكثت سنة وأنا أشك في سنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن المتظاهرتين على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما أجد له موضعا أسأله فيه، حتى خرج حاجا وصحبته حتى إذا كان بممر الظهران، وذهب لحاجته، ثم كان منه ما كان، ثم سأل قال: يا أمير المؤمنين، ثم سأله عن المسألة، ثم سأله عن المسألة. قال أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته، إلا هيبته. والهيبة يا إخوة على قسمين: هيبة حب وهيبة ذعر، هيبة حب وهيبة ذعر. بعض الناس يظن لما يقال أن ابن عباس كان يهاب عمر أنه مهاب الذعر، أنه قد يبطش به، لا، وإنما مهيبة ماذا؟ حب. وهذا هو المنبغي، أن نزرع هذه الهيبة في أبنائنا، أن نزرع هذه الهيبة في زوجاتنا، أن نزرع هذه الهيبة في من نعول، في أن تكون هيبتك هيبة ماذا؟ حب، لا هيبة إيش؟ ذعر. يخشى من بطشك، يخشى من ظلمك، يخشى من أذيتك، هذه هيبة ذعر. وإنما الهيبة الحقيقية هي هيبة الإجلال، وهيبة التعظيم، وهيبة التوقير، وهيبة الحب. فإذا زرع الوالد ذلك بين أبنائه، وأنهم يهابونه هيبة توقير، وهيبة تبجيل، وهيبة تعظيم، فلو غاب الأبناء عن أبيهم فإن الهيبة تبقى إيش؟ في قلوبهم، فإن الهيبة تبقى في قلوبهم، لأن هذه الهيبة مستمرة معهم حتى في غياب والدهم. أما لو كانت هيبة الذعر فإنهم إذا غاب الوالد ذهب من أنفسهم ذعر الذعر عن الوالد، فيكون منهم أنهم قد يقعون في أمور لا يرضاها ماذا؟ الوالد. فهذه الهيبات لا بد كذلك أن تنضبط في التربية، في تربية الأبناء، كذلك في التعامل مع الزوجات، أن تبقى هذه الهيبة التي هي هيبة التبجيل والتقدير والحب والتعظيم لأهل هذا البيت. لذلك فإن أهل العلم يوقرون، كما ثبت ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل قال طاووس رحمه الله: إن من السنة أن توقر العالم، فمن السنة توقير أهل العلم رحمهم الله جل وعلا.
وكلما وقرت العالم ووقرت المعلم ووقرت الأستاذ كلما أعطاك وأعطاك وأعطاك، وكلما كنت معه في مخاشنة وفي جفاء كلما كان المعلم في ابتعاد وجفوى عنك. واعتبر ب كما قال أهل العلم بأبي سلمة، فإنه قد قال لو أنه قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا، لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال الشعبي رحمه الله كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا بخلاف باقي أصحاب ابن عباس. لذلك ابن عباس كان يبقى على بيت زيد على بابه ينتظر خروج زيد ابن ثابت، وقد تكون هناك الرياح ويكون من هذه الريح شيء من الغبار، ومع ذلك يبقى ولا يطرق باب زيد. فلما يخرج زيد ويرى ابن عباس على هذه الحالة يعاتبه في ذلك لما لم تطرق الباب، فكان يقول ابن عباس أريد طيب نفسك، أريد طيب نفسك، بخلاف لو أن الإنسان حتى لو كان قد رفعت بينكم ماذا الكلفة بين الطالب والمعلم، فإنه قد يجد المعلم في نفسه ماذا شيء. قال أريد طيب نفسك. لذا كان الطلاب يجتمعون مع الغداة يعني مع صلاة الفجر عند بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى يخرج ابن مسعود من بيته، ثم بعد ذلك يمشون معه إلى المسجد كما في قصة الحلق عند الدارمي لما رأى أبو موسى الأشعري ما رأى في مسجد الكوفة، سبحوا مئة كبروا مئة كانت حلق، ثم ذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت ابن مسعود في الكوفة ورأى الطلاب قد اجتمعوا على باب ابن مسعود قبل صلاة الغداة، وهذا من حرصهم رحمهم الله جل وعلا وجدهم واجتهادهم. لذلك التودد إلى الناس نصف العقل، التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم كما قال ميمون ابن مهران. وهذا العلم هو في مستودع أهل العلم وهو مخزن عند أهل العلم، وخزائن العلم تفتح بالسؤال، خزائن العلم تفتح بالسؤال، كما قال ابن شهاب رحمه الله العلم خزائن ومفتاحها السؤال، فمن مفاتيح خزائن العلم سؤال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فإذا كان السؤال حسنا وجميلا وأنيقا كسؤال هذا السائل سيستفيد منه السائل وسيستفيد منه المعلم وسيستفيد منه المستمع وسيستفيد منه المحب له، سيستفيد منه السائل بأن العالم سيعطيه شيئا كثيرا، ألف كتابا كاملا في سؤال هذا السائل، وسيستفيد منه المعلم أن هذا السؤال سؤال فقيه، وسيستفيد منه المستمع كاستماعنا الآن، وسيستفيد منه كذلك المحب لهم. فنحن استفدنا بعد هذه القرون الطويلة من سؤال هذا السائل لأنه قد أحسن في سؤاله. فالمنبغي علينا حسن السؤال لرفع الجهل عن أنفسنا، وكما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إنما شفاء العي السؤال،
وقيل نظما شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجاهل، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجاهل. قال رحمه الله، قال هذا السائل: في رجل ابتلي ببلية. وهذا أيضا من الأدب في السؤال، فإنه لم يقل أنا قد ابتليت بكذا وابتليت بكذا وابتليت بكذا، بل نكر السائل، أو كذلك لم يقل إن فلان ابتلي بكذا وكذا وكذا فما الجواب، لا، قال رحمه الله هذا السائل: في رجل ابتلي ببلية. وهذا من أدب السؤال أنه نكر السائل، فبعض الناس عند سؤاله عن نفسه أو عن غيره يكون فضاحا لنفسه أو غيره، وقعت في كذا من المحرمات، وقعت في كذا من القاذورات، وقعت في كذا من القبائح، وقعت في كذا وقعت في كذا، دون مسبب شرعي، دون مسبب شرعي. فمن فقه هذا الرجل أنه قد نكر السائلة. ثم قال: ببلية، وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. هذا دليل على فقه هذا السائل، أنه عرف أن ما وقع فيه هذا الرجل بلية تفسد عليه دنياه وآخرته. ويعرف فقه الرجل من حسن السؤال. قال أهل العلم رحمهم الله: ويعرف فقه الرجل من حسن السؤال. قال سعد بن إبراهيم: قال ابن عباس: ما سألني أحد عن مسألة إلا عرفت فقيه هو أو غير فقيه. ما سألني أحد عن مسألة إلا عرفت فقيه هو أو غير فقيه. وفي قوله: وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، سعى في الخير، ما قال والله الأمر وقع علي ولا أستطيع أن أدفعه، وهذا أمر قد كتبه الله علي، وأني قد وقعت في المحرمات ووقعت في القاذورات وقعت في السيئات، لا، اجتهد في تحصيل أسباب رفع هذا البلاء، وهذا هو المنبغي، اجتهد في تحصيل أسباب رفع البلاء. ذلك قال: وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها. ففي هذا دليل على خيرية هذا الرجل، إذ أنه مجتهد في دفع هذا البلاء وفي رفع هذا البلاء، ولكن لعظيم خطر ما وقع عليه ما يزيد هذا البلاء عليه إلا توقدا وشدة، لعظيم ما وقع فيه من العشق المحرم والتخيلات المحرمة والإرادات المحرمة والإدمان المحرم، ما يزيده ذلك إلا توقدا وماذا؟ وشدة. وهذا فيه دليل على خطر العشق وعلى خطر إدمان المحرمات، فقد تدمن المحرمات حتى يصعب على الإنسان أن يفارق هذه المحرمات. ففيه دليل على عظيم خطر العشق بجميع صوره، كذلك على عظيم أجر الصبر. ابن القيم رحمه الله سيذكر بإذن الله جل وعلا ما جاء في الصبر. فهو ساع في تحصيل أسباب البعد عن العشق بالعفة والصبر، فهو مأجور، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأسوق لكم كلاما عظيما، لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا ابتلي الشخص بالعشق وعفى وصبر فإنه يثاب على تقواه لله جل وعلا. وقد روي في الحديث أن من عشق فعفى وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا.
ثم تكلم شيخ الإسلام أن هذا الحديث حديث لا يثبت ضعيف، ولكن قال لكن مع ضعف هذا الحديث، لكن من المعلوم، واستمعوا، لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرا وقولا وعملا، لكن من المعلوم إذا عف عن المحرمات بأدلة لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام ماذا؟ محرم، إما شكوى إلى المخلوق، فإن هذا من المحرمات، شكوى تؤدي إلى الجزع، أما الشكوى للعلاج فإنها ليست من المحرمات. فرق بين الشكوى التي فيها ماذا؟ جزع، وشكوى لطلب العلاج. فالشكوى المحرمة التي فيها جزع وهلع واعتراض على قضاء الله وقدره، كما يكون من بعض المرضى في من يمرض مرضا بدنيا فإنه في شكواه للطبيب حتى يرفع الطبيب عنه هذا المرض بالدواء، هذا أمر من الأمور الجائزة. لكن لو كان منه أنه اشتكى جزعا أو هلعا أو اعتراضا أو يأسا من روح الله جل وعلا، فإن هذه الشكوى ماذا؟ المحرمة، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، ومنهم ابن القيم رحمه الله في المدارج. قال رحمه الله: إما شكوى إلى المخلوق، وإما إظهار فاحشة، وإما إظهار فاحشة، أنه يظهر الفاحشة عياذا بالله، وإما نوع طلب للمعشوق، ما عف نفسه وما صبر، بل أخذ يتتبع هذا الأمر، ويتبع هذه المرأة الأجنبية، أو يتبع ما قد عشق من المحرمات. قال: أما إذا كان على خلاف ذلك وصبر على طاعة الله وعن معصيته وعما في قلبه من ألم العشق، كما يصبر المصاب على ألم المصيبة، كما أنه إذا جاءت مصيبة صبرت، فكذلك إذا وقع أنك عشقت أمرا محرما فالواجب عليك إيش؟ الصبر. والصبر واجب بإجماع أهل العلم، الصبر واجب بإجماع أهل العلم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فما يقال ويترنم به بعض الناس إن للصبر إيش؟ حدود، هذا ليس في شريعة الإسلام، هذا ليس في شريعة الإسلام، إن للصبر حدود أو إن للصبر كذا، ليس في شريعة الإسلام، وإنما شريعة الإسلام أن الصبر واجب بإجماع أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في الرضا بالمصاب، وقع الخلاف في الرضا بالمصاب، فهذا وقع فيه خلاف عند أهل العلم، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا المجلس. قال: فإن هذا يكون الذي عفى وصبر، فإن هذا يكون ممن اتقى الله وصبر. دليله: من كان كذلك ما هو أجره؟ ما هو ثوابه؟ ضعفنا حديث إن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان ضعفنا، لكن دليله في الشرع من أن له الأجر في قول الله جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. من يتقي ويصبر، كذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا الأمر هو عام في كل أمراض القلوب، في الحسد، في العجب، في الكبر، كذلك في ما يتعلق أيضا في أعمال وأمراض الجوارح، يكون في قلبك شيء
من الحسد. إن استمررت على هذا الأمر وقعت في إيش؟ في الإثم. وإن كبحت ومنعت فإنك قد وقعت في الأجر، فإن قد وقعت ووقع عليك الأجر. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس، وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها، تطلب الحسد، تطلب العجبة، تطلب الرياء، تطلب الكبرة، تطلب الغيبة، تطلب النميمة، تطلب النظر المحرم. تمر منه امرأة فيطلبه الشيطان أن ينظر إلى إيش؟ إلى هذه المرأة. تخرج له صورة في الجوال فيطلبه الشيطان أن ينظر إلى هذه إيش؟ الصورة. هنا موطن الصبر والعفة. ما جزاؤه؟ ما جاء في قول الله جل وعلا، يقول شيخ الإسلام: وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس، أمراض القلوب أو أمراض الأبدان. وإذا كانت النفس تطلب، النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله، كان ممن دخل في قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب. ثم رحمه الله جل وعلا قال هذا السائل: فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهنا ختم السؤال بالدعاء لابن القيم، كذلك هذا من حسن إيش السؤال، كذلك هذا فيه حث لابن القيم على الجواب، فيه حث لابن القيم رحمه الله على الجواب. فكان هذا السؤال من هذا الرجل هو سؤال إيش؟ فقيه، هو سؤال فقيه من جهة التوقير، التبجيل، من جهة حسن العبارات، من جهة عرض السؤال. وبعد ذلك ختم السؤال بماذا؟ بالدعاء لابن القيم رحمه الله جل وعلا: فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه كما ذكرنا حسن السؤال وما فيه من ختم السؤال بالدعاء لابن القيم، مستحثا إياه على الإجابة بذكر الدعاء وذكر الدليل على هذا الدعاء، بذكر الدعاء وذكر الدليل على هذا الدعاء في قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. لم يذكر في السؤال الداء، لم يذكر في السؤال الداء، وإنما قال: في رجل ابتلي ببلية. قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: اختصر ابن القيم رحمه الله السؤال، وذلك لفائدة. اختصر ابن قيم الجوزية السؤال وذلك لفائدة، لأن السائل استطرد في تعداد فوائد العشق، استطرد السائل في تعداد فوائد العشق، فاختصر ابن قيم الجوزية السؤال وقال ببلية، وذلك لأن بعض الناس قد يقرأ السؤال ولا يقرأ الجواب، فيقع في قلبه فوائد إيش؟ العشق، فيقع في قلبه فوائد عشق ولا يقرأ الكتاب الذي يدفع هذه الفوائد. وهذا من فقه ابن القيم رحمه الله جل وعلا، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم في كتب العلم، ومثالها كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كشف الشبهات، فإن كشف الشبهات من أصغر كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا، ولكن من أدقها وأصعبها على طلاب العلم.
فكان من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه في كشف الشبهات أجاب بجواب مجمل وجواب مفصل، بجواب مجمل في أول الكتاب من جهة الرد على تلك الشبهات كلها، ثم أجاب ردا مفصلا على كل شبهة. والفائدة من ذلك أن القارئ للكتاب عند قراءته للكتاب قد يقرأ الشبهة التفصيلية ولكن يعجز عن فهم الجواب لهذه الشبهة، فيرجع الجواب إلى الجواب إيش؟ الإجمالي، فيرجع الجواب عن هذه الشبهة التي لم يتبين جواب التي لم يتبين القارئ جوابها إلى الجواب الإجمالي. فكان من طريقة أهل العلم أنهم ينظرون في كتاباتهم إلى أحوال القراء وكيف سيقرؤون ماذا الكتاب، وهذا من فقه المصنفين وفقه المؤلفين. ومن ذلك ما ذكرناه لكم في أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات أجاب عن الشبهات بجوابين، بجواب إجمالي وبجواب تفصيلي عن كل شبهة. ذلك قال الذهبي رحمه الله: فإن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، ذلك أهل العلم يراعون ذلك عند حكاية الشبهات حتى لا تخطف هذه الشبهات قلوب خلق الله جل وعلا. لذلك الدليل على أنه قد حذف واختصر ابن القيم رحمه الله أنه كما سيأتينا في نفس الكتاب أن ابن القيم رحمه الله قال: ففي محبة الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، أضعاف ما ذكره السائل إيش؟ من فوائد العشق ومنافعه. فدل من ذلك أن السائل قد ذكر في سؤاله فوائد العشق ومنافع العشق، ولكن من فقه هذا الإمام رحمه الله اختصر السؤال حتى لا ترسخ هذه الفوائد عند قليلي العلم فيقع فيما حرم الله، وهو لم يقرأ تفنيد ابن القيم لهذه الفوائد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل بنحو هذا السؤال، وأنا أحببت أن أذكره كاملا في هذا الدرس، وذلك حتى يتصور ما يذكره ابن القيم في هذا الكتاب. فإن ابن القيم رحمه الله كما قال أهل العلم رحمهم الله وسننقل لكم ذلك كان كالمفسر لكلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، وكما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد: شيخ الإسلام كأنه يبني العظم وابن القيم يليس ويشطب ويصبغ ويحسن، كما يقال الآن فلان بنى إيش؟ العظم، عطونا مقاول إيش؟ ليش؟ للتشطيب. هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وسأنقله لكم بإذن الله جل وعلا بحروفه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية، كذلك في جامع المسائل، كذلك نقل شيئا من ذلك في مجموع الفتاوى، أنه سئل رحمه الله: ما دواء، استمعوا، ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال، وما العمل في من غلب عليه الكسل، وما الطريق إلى التوفيق، وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة، إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه. في حيرة عظيمة وكرب شديد، إن توجه إلى الله
منعه هواه، وكم من المذنبين يريدون التوجه إلى الله ويمنعهم ماذا؟ أهواؤهم. وكم من العاصين يريدون التوجه إلى الله وتمنعهم أهواؤهم وخيالاتهم، بل وكم وكم من المدمنين للمحرمات وإن كان في الظاهر إيش؟ على الطاعة والاستقامة، يمنعه هواه من السير إلى الله جل وعلا. فسؤال عظيم للغاية لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله، قال السائل: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وفي نسخة: الخيال. وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق، يعني إلى توفيق الله جل وعلا؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة أو الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله تعالى منعه هوى، وإن رام للذكار الذكرى غلبت عليه الافتكار، وإن أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل، لم يطاوعه الفشل. أجاب جوابا كما قال بعض أهل العلم تقريبا في نصف صفحة. واستمعوا إلى هذا الجواب، واجعلوا هذا الجواب دواء للمحرمات والمعاصي، واجعلوا هذا الجواب دواء لمن أدمن معصية أو عشق صورة أو عشق أمردا أو عشق امرأة أجنبية، واجعلوا هذا الجواب دواء لمن أدمن المحرمات، أدمن التدخين، أدمن النظر إلى ما حرم الله، أدمن النظر إلى المسلسلات القبيحة، إلى سماع ما حرم الله، إلى قول ما حرم الله. وبعض الناس يكذب، أدمن الكذب ولا يستطيع أن ماذا؟ أن يخرج عن هذا الإدمان. أدمن الغيبة ولا يستطيع أن يخرج عن هذا الإدمان. أدمن النميمة ولا يستطيع أن يخرج عن هذا إيش؟ الإدمان. كيف الخروج؟ وما هي الوسيلة الشرعية في الخروج من هذا الإدمان؟ فأجاب رحمه الله: دواؤه الالتجاء إلى الله ودوام التضرع، هذا واحد. ثانيا: والدعاء. الدعاء كيف يكون؟ قال: بأن يتعلم الأدعية المأثورة. أولا ماذا؟ قال رحمه الله: دواؤه الالتجاء إلى الله ودوام التضرع، ليس وقتا دون وقت، لأن الأمر يؤرقه، والمعصية تحرق قلبه ولا يستطيع أن ينفك منها مع محبته لله جل وعلا ومع قربه من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس المعصية تأتيه ويكثر عليه الشيطان في هذه المعصية، ولكن لا يقابل هذا الإكثار بدوام والاستمرار على التضرع لله جل وعلا، وإنما يكون تضرعه قليل في مقابلة تلبيس إبليس عليه الكثير. فكانت هذه الكلمات من هذا الإمام كلمات علاجية عظيمة وحروف جميلة أنيقة، من طبقها في نفسه عندما يقع في شيء من هذه القاذورات فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا، ولا يضيع الله أجره ولا عمله. قال رحمه الله: دوامه الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء. ثم قيد ذلك لأن ذلك أنجح، قال رحمه الله: بأن يتعلم الأدعية المأثورة، وليتخذ وردا من الأذكار في الليل في النهار ووقت النوم. هذه كلها في باب الأدعية والأذكار، والدعاء سلاح المؤمن. لذلك سنذكر لما ابتدأ
ابن القيم رحمه الله كتابه بالدعاء. لماذا ابتدأ ابن القيم كتابه بالدعاء؟ وذلك لأن الدعاء سلاح المؤمن، فإن الدعاء يستجلب كل مرغوب ويدفع كل مرهوب، فبالدعاء تستجلب المنافع، وبالدعاء تستجلب المصالح، وبالدعاء يستجلب كل ما يطلبه الإنسان ويرغب فيه، وبالدعاء يستدفع المرهوبات، ويدفع الله جل وعلا عنك المرهبات. لذلك أهل العلم رحمهم الله اهتموا بهذا الباب، كما كان من ابن القيم هنا معنا في هذه الرسالة، وكما كان من شيخه، فإن أول أمر طلبه من السائل إيش؟ الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء. ثم قال رابعا: وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. قد يعرض على الإنسان موانع تثبطه عن السير إلى الله جل وعلا، يصبر على هذه العواد والصوارف، ولا تستجره فتقطعه عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وليصبر. ما جزاء الصبر؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال رحمه الله: وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. بالصبر تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: وليحرص على إكمال الفرائض، كما أنه دعا والتجأ وصبر، كذلك يحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة، فإنها عمود الدين. وليكن هجيره: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. قال رحمه الله: وليكن هجيره: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. بهذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا، وهي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وتقال وقت المصائب، وإنما ما يقال في وقت المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يستعين بالله ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، على هذه المصيبة يقولها مستعينا لا مسترجعا. ثم أعاد وكرر قال: ولا يسأم من الدعاء والطلب، في أول السؤال وفي آخر إيش؟ السؤال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت ولم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم يلن أحد ينل أحد شيئا من ختم الخير ينل أحد من ختم الخير إلا من كان صابرا، قال: ولم ينل أحد شيئا من ختم الخير، أي أنه يختم له بإيش؟ بالخير. قال: نبي فمن دونه إلا بالصبر. في جامع المسائل قال: ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير. وفي بعض مجموع الفتاوى: من ختم الخير. من ختم الخير يعني إيش؟ أنه يختم لك بإيش؟ بالخير. فمن أسباب حسن الخاتمة الصبر على الطاعة، من أسباب حسن الخاتمة الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية،
الصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا من أسباب حسن الخاتمة. فمن كان صابرا على الطاعة ثم جاءه الموت وهو على طاعة، فإن ذلك في الظاهر من حسن إيش؟ الختام. ومن كان صابرا عن المعصية ثم جاءه الموت فإن ذلك من حسن الختام. ومن كان صابرا على أقدار الله المؤلمة، لم يجزع، لم يهلع، لم ييأس من روح الله، ثم جاءه الموت، فإن ذلك من حسن الختام. لذلك الصبر من أسباب حسن الختام. ما معنى الصبر من أسباب حسن الختام؟ يعني أن الإنسان يؤذن لصلاة الفجر، الآن تصبر على طاعة الله فتقوم لهذه الصلاة، فلو أن ملك الموت قد أخذ روحك في ذلك الوقت فإنك لأنك قمت إلى الخير فإنك تموت على حسن إيش؟ خاتمة. لكنك لو لم تصبر على الطاعة وركنت إلى النوم متعمدا مختارا وجاءك ملك إيش؟ الموت. فمن أسباب عدم صبرك على طاعة الله قد تقع في سوء إيش؟ الخاتمة. فالعبارة دقيقة للغاية. قال رحمه الله: من ختم الخير إلا بالصبر. كذلك الصبر عن المعصية، الشيطان يوسوس لك في معصية من المعاصي فتصبر عن هذه المعصية، فيأتيك ملك الموت فيقبض روحك وأنت صابر عفيف، فأنت تموت على حسن إيش؟ خاتمة. بخلاف لو أنك لم تصبر وتابعت الشيطان في وساوسه وفي خطواته، فلو جاءك الموت فإنك قد جاءك عياذا بالله على سوء خاتمة. كذلك في الصبر على أقدار الله المؤلمة، جاءتك مصيبة فجزعت وهلعت واعترفت ويأست من روح الله، فجاءك الموت على هذه الحالة، فإنك قد وقعت في المحظور ويخشى عليك أنك وقعت في سوء الخاتمة، بخلاف لو صبرت على أقدار الله المؤلمة. ذلك هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام دقيق، أن هذا الأمر إنما يلام بالصبر في أنك تصبر حتى يختم لك بالخاتمة الحسنة. وهذه الفتوى من شيخ الإسلام، كأن ابن القيم رحمه الله يفسرها في هذا الكتاب، كأن ابن القيم رحمه الله يفسره. لو قيل لك: ما شرح هذه الفتوى؟ تقول: شرحها في كتاب الداء والدواء. تقول: شرحها في كتاب الداء والدواء. لذلك ابن القيم رحمه الله له طريقة في التأليف، وشيخ الإسلام له طريقة كذلك في التأليف. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن القيم رحمه الله: قال عنه: فيسهب جدا، ومعظمها من كلام شيخه، متصرف في ذلك، وله ملكة قوية، ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها. فابن القيم رحمه الله في طرائقه في التأليف في كثير من الأحيان يفسر كلام من؟ يفسر كلام شيخه. ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شيخ الإسلام يبني العظم، وابن القيم يليس ويزين ويصبغ ويجيب أشياء يوضح فيها كلام شيخ الإسلام. وقال كذلك في شرح حلية طالب العلم، قال: كتب ابن القيم أسهل وأسلس. وابن تيمية كانت عبارته قوية، وابن القيم رأى بيتا معمورا، رأى بيتا معمورا، فكان منه اللياسة
والتحسين، لكن لا نقول أن ابن القيم نسخة أخرى من إيش؟ من شيخه، ليس بصحيح، فإنه خالفه في أمور، وهذا معلوم عند أهل العلم رحمهم الله، ومنها متعة الحج. كذلك هذا ما نقله أهل العلم أيضا، ومنهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله جل وعلا في طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وفي طريقة ابن القيم رحمه الله في تأليفهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يأتي إلى جدار الباطل فيلطمه حتى يتهدم، وأما ابن القيم فيأخذ هذا الجدار حجرا حجرا فيكسره إلى أشلاء. ويقول الشيخ صالح على الشيخ: وهذا صحيح، فإن شيخ الإسلام يرد بالأصول ويرد بالفروع وبالتنظير مرة واحدة، حتى ترى من وصفه قال: هو كالموج المتلاطم. وأما ابن القيم فهو مرتب، يأتي بالوجه الأول الثاني الثالث إلى آخره. فكأن هذا الكتاب هو تفسير وشرح لما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاوي. هذا الكتاب فيه فصول نفيسة للغاية في الدعاء، في الإلحاح في الدعاء، في موانع الدعاء، فيما يتعلق بالمعاصي والسيئات، فيما يتعلق بعمل قوم لوط، فيما يتعلق بالاختلاب النساء، فيما يتعلق بأن الإنسان عياذا بالله يخادن امرأة، فيما يتعلق كذلك بالزنا والأشياء المقربة عياذا بالله لهذه المحرمات وكيف يدفعها المسلم، كذلك فيما يتعلق بعشق الصور وعشق المناظر الخبيثة، فإن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي. هذا إذا كان فيها شيء من أن هذا الأمر فيه في أصله حلال فيكون زيادة، ولكن كذلك إذا كان في أصل الشيء محرم. العشق يحصل عادة من النفوس الفارغة، العشق عادة، عشق الصور، عشق النظر، عشق الأقوال المحرمة، عشق الكلام المحرم، عشق السماع المحرم. قال شيخ الإسلام: ويحصل العشق من نفوس فارغة أو ناقصة من المحاب المحمودة، من المحاب المحمودة. ولهذا يقال: العشق حركة نفس فارغة. لذا العشق يغير الفطر، العشق يغير الفطر، فإن الفطرة مبناها على إيش؟ على الإسلام. فيأتي العشق فيغير هذه الفطر إلى غير هذه الفطرة السوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. فإذا رأيت من نفسك أن فطرتك قد تغيرت وقد تحولت، فاعلم أنك لست سالكا طريق الرسل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره أصلا، يكون الحب عليه إيش؟ بلية. يحب زوجته لكن لا يكون عليه الحب هذا إيش؟ بلية. تأمره زوجته بالمحرم فيقع في إيش؟ في المحرم. لكن العبارة دقيقة، قال: ولم يبتلى بحب غيره أصلا، بحب أبنائه. بعض الأبناء يطلبون من الآباء أمورا إيش؟ محرمة. ولشدة محبته لولده فإنه قد يقع
في تنفيذ هذا الأمر المحرم، فهذا بلاء. هذا ماذا؟ بلاء. ذلك قال رحمه الله: ولم يبتلى بحب غيره أصلا. قال: وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره أصلا، فضلا أن يبتلى بالعشق. وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. إذا رأيت من نفسك أدمنت محرما، عشقت محرما، وذلك لنقص إيش؟ المحبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ضرب مثالا، ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك، بل قال الله فيه إيش؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا إيش؟ المخلصين. كان مخلصا لله جل وعلا فخلصه الله سبحانه وتعالى. بخلاف من؟ المشركة امرأة العزيز. قال شيخ الإسلام: وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلهذا ابتليت بالعشق. وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان. القلب المنيب الخائف من الله فيه صارفان، وهذان الصارفان يصرفان الشر عن هذا العاشق. ما هما الصارفان؟ قال: أحدهما إنابته إلى الله ومحبته له، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. إذا كنت منيبا محبا لله جل وعلا وكملت ذلك وسعيت في تكميله واجتهدت في تكميله، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحم محبة الله. الثاني خوفه من الله، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه. الخوف المضاد للعشق يصرف ماذا؟ العشق. تعشق صورة، تعشق محرما، أدمنت كذا، إذا كملت خوفك فإن هذا الخوف كما يقول شيخ الإسلام، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه، وتبقى على إيش؟ على الخير، وتبقى على البر وعلى الطاعة. ثم قال رحمه الله: فإذا كان الله أحب إلى العبد، فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء، لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة. إذا كان العبد، كان الله عند العبد أحب من كل شيء، والخوف عنده وأخوف عنده من كل شيء، اجتمع إيش؟ أن الله أحب عند العبد من كل شيء، وأن الله عند العبد أخوف من كل شيء. قال: فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء، لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة. متى تحصل؟ قال شيخ الإسلام: إلا عند الغفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف. اعلم ذلك علم اليقين، عند الغفلة وعند ضعف حبك لله وعند ضعف خوفك من الله، يتسلط عليك من؟ الشيطان، ويجعلك واقعا في المحرمات، بل مدمنا لهذه المحرمات. فما الواجب علينا؟ أن نسعى في تحصيل أسباب محبة الله لنا، وأن نسعى في تحصيل أسباب خوف الخوف من الله سبحانه وتعالى، مع رجاء الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال: وذلك قال أو عند ضعف هذا الحب والخوف. كيف يضعف الحب والخوف؟
بترك بعض الواجبات. إن تركت بعض الواجبات ضعف عندك إيش؟ الحب، وضعف عندك الخوف. الواجب عليك فعل كل الواجبات. قال: بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات فإن الإيمان. وهذا فائدة معتقد أهل السنة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لذلك اتفقت المرجئة والخوارج والمعتزلة في مسألة الزيادة والنقصان، من جهة أن كل هذه الفرق الجهمية، الأشاعرة، الكرامية، مرجئة الفقهاء، هؤلاء كلهم من المرجئة، كلهم يخرجون الزيادة والنقصان، كذلك المعتزلة والخوارج. لذلك المرجئة والخوارج والمعتزلة اتفقوا في الزيادة والنقصان من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما والمرجئة في أنفسهم اتفقوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، بخلاف المعتزلة والخوارج فإنهم يرون أن العمل من الإيمان ولكن يرونه كتلة واحدة، وهذا مما اتفقت فيه كذلك المرجئة والخوارج، لأنهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو كتلة واحدة، وإنما هو كتلة واحدة، فكان من ذلك الأثر أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال شيخ الإسلام: فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفا منه، وترك المعصية حبا لله وخوفا منه، النتيجة الأثر، قال: قوي حبه له وخوفه منه. قوي حبه لمن؟ لله، وخوفه منه، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. كلما قوي حبك لله لم يتزاحم قلبك بمحبة إيش؟ غيره، لم يتزاحم قلبك بمحبة غيره، إلى آخر ما ذكره رحمه الله جل وعلا. كذلك الشيخ في هذا الكتاب ذكر كما ذكرنا ما يتعلق بالشرك وما يتعلق بهذا الباب، فهذه مقدمة لخصنا فيها كتاب ابن القيم رحمه الله جل وعلا. وبإذن الله جل وعلا في درسنا القادم سنشرع في تفسير هذا المختصر، في تفسير هذا التلخيص. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.